السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد. باب اللي زو رانا عيد متي راتي مكامي تكوبي كومن هربين. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في الإيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو. هذا حديث ضعيف. باب ما جاء في الاغتسال في الإيدين. باب اللي زنايم وانكارانا إيدي. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. ضعيف جدا، وان حديث الشما ضعيف، سند ني ضعيف، اما حكمت متي وكاران ايدي اكو شك اجي. قال حدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف ابن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكي بن سعد عن جده الفاكي بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكي يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. هذا حديث موضوع. باب في وقت صلاة الإيدين. باب لذنا لوكة ين صلى إيدي أرمر صلى قوبا بن صلى. قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان ابن عمر عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام. والنبي الله يفتد يا لسران سران كرم صلى كوبا بن صلى شيمس يا لمن يجن كريني حكا. وقال: إن كنا لقد فرقنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. إيش أي موضع من مزع الله كافي وأن لوكا سمو إيدا صلى من قبا وأن لوكا سمو وقت التسبيح، أي وقت التسبيح على صلاة الضحى صبحة الضحى. Yasa wannan hadisi ya nuna yaushe ne lokacin sallar Eid kenan. Lokacin wadha. Adha na farawa yaushe? Eh? Rana ta daga. Karfe nawa kenan? 8 daga 7. Ai 8 wala hata yi nisa ma cikin shiga. Daga 7. Shi kenan ya ga an jinkirta sallar Eid. Sai ce liman ya aka yi haka ya aka jinkirta sallar. Ai zamanin manzo Allah kafin war haka mumin idar da sallah ba me wannan yake nunawa? Ai to shikenan. Babu ma jaa fi salati al-layli rak'ataini. Babin da zo nan yin sallah nafila a dare rak'a biyu ake ana sallamewa. In an kai karshe sai a cika wutiri da rak'a daya.
قال حدثنا أحمد بن عبد قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسان شينا صلى cikin dare rak'a biyu in ay rak'a biyu a sallame in ay rak'a biyu a sallame wargwadon abinda Allah ya hore maka قال حدثنا محمد بن ابن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وإن حديثه نبيو نفركو يانون أيك منزون الله نبيوكم أيك منزون الله يا wanne ne fi karfi wanda ya fada shi fi karfi to me yasa ba umurni mun ce salatul layl masna masna yace salatul layl masna ba umurni ya bayar ba me yasa alqawlu aqwa min alfi'li لأن الفعل يحتمل الخصوصية اختصاص أما القول فهو يعم كله قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر وعن أمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عمر صلى دينه كنا أكيدته ددغ هنيا ابن عمر قال إتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل أنت بيمن الله صلى الله عليه وسلم دنغني لصلاة دري فقال سيتي يصلي مثنى مثنى يصلى ركعة بيو بيونا صلى ميوى فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة يجلس ورنك الأركر الفجر كي تسي وتري وأن حديث ما يكي نونا منا يصلي مثنى مثنى يا قيج عدد مي قيج با إتي إن كدش ورن الفجر يجرشيك سيكا يصلى ركعة ديكا وتري كي أم فهمت؟ to in aka ce mutum zai fara zai sallar dare thulusul akhir rak'a 12 mana su shida kenan zai salla kenan ya biyu ya sallame ya biyu ya sallame ba su shida ba to za a ce kuma idza khafa alfajr shi sai ya ce yusalli yayi salla masna masna rak'a biyu biyu yana sallamewa fa idza khafa subha aw tara bi wahidati wannan hadisin ba kai ya jima da raka'a 12 ba ko 13 kaga ci raka'a biyu kai raka'a biyu in kai so so shida raka'a 12 kenan sai ka cika da daya to in kai so 10 raka'a 20 kenan sai ka cika da daya ya halatta li'anna laysa fihi taqyid fi hadha an-nas wa zahirul hadis yufid anna al-insana yastati an yusalli akthara min 12 raka'a إيه نقرأ الحديث يصلي مثنى مثنى يا كي يجيش بكي يجيش با. قال حدثنا سفيان بن ركيع قال حدثنا عصام بن علي عن العامش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين وانظر الله كسجين أصلى أتكين داري ركعة بيبي كوت ركعة بيو شيء أصلى ميهار أقما باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى باب الليزو نبيان صلى داري درانا نافل في شما ركعة بيبي أكي سبب لكرا أتكين صلاة الليل مثنى مثنى كتيتو صلاة النهار كمفا تسيأكاو إن شاء الله قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال أنبأنا بن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى 8 ركعات سلم من كل ركعتين صلى صبحة الضحى 8 ركعات أبن دا أكساني كنا أما سلم من كل ركعتين سكتي ونن زيادة منكرة غير محفوظة. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الحمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة هذا حكم صحيح ولكن السند ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربي ابن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن عمياء عن عبد الله بن ابن الحارث عن المطلب يعني ابن أبي ودعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتشهد أو وتشهد في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتقنع وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. هذا حديث ضعيف. تباءس أي تظهر البؤس وتمسكن أي تبين أنك مسكين. وتقنع أي ترفع يديك. أما حديث ضعيف. باب ما جاء في قيام شهر رمضان باب نزونا sallan asham kenan ko in farkon azumi ne a ce asham in an kai karshe a ce tahajjudi saboda me saboda farkon azumi zuwa kwana 20 in an idar da sallar isha sai ai asham amma goma na karshe in ai sallar isha sai aje a ci abinci a kwanta ai bacci sa'annan can cikin dare sai a taso to shine sai a ce tahajjudi kenan. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دك سو قيام الليل ني أما سيسو كبنبا تسكان واند كي كافيك جيه كونتا أما باين كا كونتا كاي بچي كتاش دون نافلة لكي سونا ستهجد. هذا سند ضعيف. باب ما جاء في قيام شهر رمضان كو؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان دون دي أزم وتر رمضان وقامه يصيكم يصلى دري imanan wahtisaban imani da gaskiyan wannan kuma yana yi ne dan ya samu lada to kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifin sa kananan laifuffuka amma manya manyan laifuffuka to sai in an tuba in shirka ce sai in ka nemi mai shi yafi maka in haƙƙin sa ne saboda dawawinu salasun diwan min mana laifin da kai tsakanin ka cuci kanka ko ka cuci dan uwanka ko kai laifi tsakaninka da Allah
ka cuci kanka kai kanka ka cuta ga abin da kamata kai ka samu dogaka ka samu kaza kai bacci ai ka cuci kanka kenan ka cuci dan uwanka haƙƙin sa ka cuce shi to sai ka nemi ya yafe maka Allah baya shiga cikin wannan sai in ya yafe maka in ba haka ba ranar tashin alkiyama za ai alqisas to sa'annan tsakani fi tsakaninka da Allah in ka tuba ka roki gafara sai Allah ya yafe maka an fahimta to dan uwanka da ka cuce shi din ko ka bata masa aka ce sai ka nemi ya yafe maka to ya zaka yi nemi ya yafe maka duk abin da kai masa a akwai abubuwan da za su faru bai dace baka fada masa ba in ka fada masa kuma sabon tashin hankali ne ka sake daukan wani laifi kuma to ya zaka yi sai kai ta roƙon masa Allah gafara kana roƙon Allah kana ka yawaita ayyukan alkhairi sai ga Allah ya gafarta maka eh to sai an suna dabara wai mutum yana so ya kare mutunci ya ci kudin sa ya ci amanar sa ya dauki ya bashi amana sa ya ci daga baya sai zo ya samu kudi shi kuma baya so ya zo ya ci bi shiga in ya ci amana ga gashi na biya ka ya za ka yi ko shi ta bashi kyauta ya ce ga kyauta na baka shi niyan sa kuma yana maida yana biyan bashi yana wannan hakkin da shi yake biya ga kyauta gashi na kawo ma kyauta gashi na kawo ma kyauta har a warware to me hukuncin wannan eh bin yato ina ba me kake nufi da innamal a'malu bin niyyat eh sai ka je ka ce mishi gaskiya lokacin da ka bani kudi na yi kaza na cuci ka na ci gashi na zo na biya maka ka yafe mai shikenan an gaba sai eh yake karba fa ba dole in yake karba fa akwai wanda ai da kana kasa da ni na sama da kai a je kaman da bukata ka sai ka yaya kuma wajen wa bacci yake gani yake ba lallai bane ba ba lallai bane ba tunda ka zo ka nuna masa kana da amana in ka ci kudin ina ruwan shi lokacin da ka ci kudin ya sani yanzu ma zai kara amincewa da kai wani yana da amana barin bashi ai ko ya ci kudin zai zo ya biya wata rana ya danganci karfin imanin mutum ya danganci karfin imanin mutum an fahimta mutum ne ya saba kullun da shi ake hamsa salawati masallaci sai wata rana ya makara ya tashi yana tashi ji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya za a yi sai musu malamin suka ce in yana da karfin hali sai ya tashi ya taka har masallacin a ganshi ya zo makare yana sallah shi kadai wani suka ce a sai ya rufa maka shi asiri ya yi sallah a gida ya yi sallah a inda yake ba a ganshi ya makara ba watakila ya yi tafiya ne watakila yana wani masallaci to wanne ne ya fi ba kowa ke son a ganshi a wannan matsayin ba قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا مسلمة ابن علقمة عن داود بن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن ابي ذر قال اتي سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان اتي مي ازم رمضان تارد من ذو الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا منه فرق أزم ببعثي عن قيام الليل با. حتى بقي سبع ليالي أرسيدي يسورا قوى الريبكوي قوى رابكوي
فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل dare na bakwai sai tashi kiyamul layl har sai da aka samu thuluthul layl ya wuce thumma kanat al-laylatu as-sadisa allati taliha sa'annan dare mai bi sai manzo Allah ya tashi yayi musu sallah falam yakumha hatta kanat al-khadisa allati taliha falam yakumha kashi gari manzo Allah bai tashi bai musu sallan kiyamul layl ba hatta kanat al-khamisatu allati taliha ثم قام بنا سيدرن دكي بين wannan sai manzo Allah ya tashi akai sai wannan dare hatta madha nahwun min shatr al-layl sai da aka kwas sai raba dare fa qultu sai nace ya rasul Allah law naffaltana baqiyata laylatina hadhi ya manzo Allah ina ma da ka cika muna wannan dare mu cika muna tun sallah muna jin dadi muna son sallah fa qala sai ce innahu man qama ma al-imam hatta yansarifa فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَتِ أي دوان دي سيا تارد لما هر لما يسلم صلى يجويا يتاشي كيما كتاشي يزع باك نادن صلى داري رب داري سكا يسكا إنا مادا منتك داري يأتي أي دوان دي سيا بايد لتارد لما أكي صلى هر لما يدد صلى ركا أشد يي بوما شاب يي أشرين يي تلاتي يي هر أكا صلى مي to za a baka ladan sallar dare baki daya kuma kanatir rabi'atu allati taliha falam yakumha hatta kanatir salisa allati taliha qala fajama'a nisa'ahu wa ahlihi wajtama'a an-nas sai tara iyalansa mutane suka zo suka hadu qala fa qama bina hatta khashina an yafutana al-falam sannan sai manzo Allah ya tsaya da mu muna sallar dare har muka ji tsoron mu zo mu rasa ma sahur kiris a ce al-fajr ya fito ba za mu yi cin sahur ba kuma kenan qila wa mal falahu qala as-sahur qala thumma lam yakun bina shay'an min baqiyati shahr sallallahu alaihi wasallam an ga yadda manzo Allah ke tafiya da su a hankali ko yanda manzo Allah ke tafiya da su a hankali ba a su mana ibadar da Allah ya fi so wanda zaka dawoma kana iya yi komin kankantarsa ba ka ɗebo da yawa kuma gobe ka gaji ba a'a gurgurdon abinda zaka iya yi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar da su ba ya dora musu nauyi da yawa qala haddathana ali ibn muhammadin qala haddathana waqi'un wa ubaydullah ibn musa an-nasr ibn ali al-jahdami an-nadri ibn adil al-jahlami al-jahdami an an-nadri ibn shayban قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي هو نصر او نذر نصر بن علي الجهلمي والقاسم ابن الفضل الهداني كلاهما عن النضر ابن شيبان قال لقيت ابا سلمة بن عبد الرحمن فقلت na hadu da Abu Salama dan Abdul Rahman sai nace hadithni bi hadithin samitahu min abika yadhkuruhu fi shahr ramadan kai min hadithin da kaje daga wajen mahaifinka game da watan azumin ramadan qala na'am hadathani abi yace ubana ya fada mai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakara shahr ramadan fa qala yace manzo Allah yayi magana game da watan azumi sai yace شهر كتب الله عليكم صيامه يتي وتاني ده الله يوجب تامكو ازمنسا وسننت لكم قيامه يكو انا سنن تامكو قيام الليل فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت ام من قام رمضان ايمانا واحتسابا wannan hadisin ya inganta باب ما جاء في قيام الليل babin da yazo na tashi ai sallar dare sai wanda Allah ya hore ma saboda ba abinda shedan yake so ya hana ka kamar ya hana ka tashi kai sallar dare saboda tashi ai sallar dare din ko da raka'a uku ne ko raka'a biyar ne ko waje ka tashi kai din ba karaman nasara ka samu a cikin rayuwarka amma lokacin su ito yana da wahala yana da wahala قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من ذو الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث أقد شيطان زيزو دردري وكل هي كل أكن كفك فإذا قام إلى الصلاة انحلت أقدة كلها فإذا استيقظ إن يفرك فذكر الله إن حلت أقدة إن كفرك كأبج الله وتنا فرك أرجع بج ميكي فرها الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ولا ينشو كي أدوه من ذا الله سيكل لسما إني في خلق السماوات والأرض يجي كان أي سوى النوم كل النشيد سوى الوري فإذا قام فتوضأ إن كتاش كي الولاء إن يتاشي على وراء إن حلت أقدا سيكما نبيو كل شما سيوروري فإذا قام إلى الصلاة إن حلت أقدة إن حلت أقده إن حلت أقده كلها إن يتاشي صلى كل اللي يجسون وروري كينا سيما يفارو فيصبح نشيطا طيب النفس kan asaba khairin sai ga mutu ya tashi yana da nishati yana da kazar yana jin dadin rayuwa ya samu alkhairi fa in lam yaf'al in bihi haka ba asbaha kasilan cewa ya gari makiwaci khabithan nafs lam yusib khaira sai mutu ya tashi cikin kasala baya jin dadin ransa saboda wannan abin da shaytan yake zuwa yana yi qala hadathana muhammad ibn sabbah قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح أكفر منصور الله صلى الله عليه وسلم ونباه الله يبجي حرأك ويقري بيتاشي صلى الله بكيرا قال ذلك الشيطان بال في أذنيه يتي أيوان شيطان يزي في ساري أكل ننسى shi yasa bai samu ikon tashi ba yasa ake so zaka kwanta zaka yi bacci kai addu'a duk baki daya saboda ka samu kariya daga shaytan in ka farka daga bacci kai addu'a kafin ka sake komawa baccin kuma qala hadathana muhammad ibn sabbah qala anba'ana al-walid ibn muslim an al-awza'i an yahya ibn abi kathir an abi salama عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان وزل الله كذا كزمو كما واني منا كان يقوم الليل فترك قيام الليل دا هنا تاشي قيام الليل شي زو يدينا قال حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرو الحدثاني قالوا حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان ما هي في أور سليمان قال داود تفتح أم سليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل يا كيد أنا kada ka yawaita bacci a cikin dare fa inna kasratan nawm bil layl taturuku ar-rajula faqiran yawm al-qiyamah sanadun da'if amma magana da yayi saboda yawan bacci a cikin dare sai ya barka zamo talaka ranar tashin al-qiyamah ba kada ayyuka masu dimbin yawa lokacin da ake bukatar aiki masu ayyuka masu yawa qala hadathana isma'il ibn muhammad al-talhi قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هذا سند ضعيف قال حدثنا ولا حديث ضعيف ولا كي قبل الشيء ما ضعيف قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وحرج بن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميل عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه لما زون الله صلى الله عليه وسلم يفتو مدينة يسو مدينة سيمتاني سكي ققا سكي سكتارو أوجنسا وقيل زيأتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تيو أي من زون الله يأسو فجئت في الناس لأنظر إليه سينجزو تكي متاني دون انكنش فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب يجي ده نزورك كلي فسكن منزو الله ده بمبنت سكاني wannan shine Muhammad ibn Abdullah sai naga wannan fuskan ba fuskan makariyaci bane fakana awwala shay'in takallama bihi yace da nasu mutane suka zo suka cika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bi su don ganshi gani da gaskiya ake ko ƙarya ko meye da meye yace yana kallon fuskar manzon Allah ce kai wannan fuskar ba fuskar makaryaci bane mas'ala ta biyu sai zama kuma farkon abinda manzon Allah ya fada sai yace ya ayyuhan nas ya ku taro mutane afsu salama ku bayyana gaisuwa tsakaninku ku gaisa da juna ku yi sallama وأطعم الطعام وتشرد أبنتي وصلوا بالليل والناس نيام كي صلى أتكندري لو كتند متانيك بجي تدخل الجنة بسلام زاكو شغى الجنة أبنتي وأن كلوميتي ينا كنين فسك يسوى النبا فسك مكال يتيبن كما كازن تتو كند يجيو لك منزو الله صلى الله عليه وسلم أي مكان أتاك عليك باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل babin da yazo na wanda ya tashi ai farka a cikin dare sai ya tashi iyalinsa ki tashi ki sallah qala hadathana al abbas ibn usman al dimashqi qala hadathana al walid ibn muslim qala hadathana shayban abu muawiya an al a'mash an ali ibn al aqmar an al aghr an abi sa'id wa abi huraira an al nabi sallallahu alayhi wasallam qala إذا استيقظ الرجل من الليل إمتن يتاش يفركا تكين داري وأيقظ امرأته يتاش ما تسا فصلى ركعتين سكي صلى ركع بيو كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات to me sa me ka wannan falala mutum ya farka dare yace ki tashi mu sallar raka'a biyu su sallar raka'a biyu za a rubuta su cikin zakirin Allah katiran wa zakirat saboda raka'a biyu da suka yi to saboda raka'a biyu da suka yi din ne kawai koko akwai abin da ya karu akan wannan ta abu yana tsada ba dan yawan sa ko kankanci sa saboda muhimmancin sa wannan lokacin menen mutun ke bukata ga iyalin sa bace shi yasani ah wannan lokaci ne na jin dadin su baki daya kuma jin dadin mafi karfin jin dadin ne namijin ne sai karfin hali sadaukar da wannan abin yace ki tashi mu yi sallar raka'a biyu sai suka tashi suka yi sallar raka'a biyu sai saboda wannan sadaukar da wannan jin dadin sa suka yi sallar raka'a biyu shi da matarsa za a rubuta su min az-zakirin Allah katsiran wa zakira tare cewa raka'a biyu suka yi aiko ko raka'a 100 suka yi raka'a biyu suka yi eh ine yana tafi ah fa salla ya suka yi salla su bi eh fa salla ya suka yi salla su bi ko su yi jami'i ko kowa ya tasa qala hadathana ahmad ibn sabit al-jahdari qala hadathana yahya ibn sa'id an ibn ajlana an al-qa'qa ibn hakim an abi salih عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت
rahimallahu ra'a Allah ya ji kan mutum da ya tashi cikin dare yayi sallah ya tada iyalinsa kuma tayi sallah fa in abad rashya fi wajhiha alma'a in bacci ya fi karfin ta bata tashi bai dan ɗebi ruwa haka kadan ya dan fisa a fuskar ta yayyafa ba ya kwara mata ruwa ya fishi yana fada ba ya dan fisa ko a cikin ko da ya sasa ya yi fisa mata a fuskar ta Banji ba? Sa’an naka ce, Rahimallahumra’atan, ƙamat min al-layli fasallat wa aiqadhat zawjaha fasalla. Allah kuma ya ji kan macen da ta tashi a cikin dare ta yi sallah, sai ta tashi mai gidanta shi ma ya yi sallah. Fa in aba rashat fi wajhihi al-ma'a. In yake tashi ta yayyafa masa ruwa a fuskarsa. Haka ce rash, mamana ar-rash. To ka gani, ba ma ta yayyafa, ta dan yayyafa. Ina mana ta dan yayyafa? In ta aka nemo aka wasa an yayyafa. In aka saka babban yasa kuma aka yi haka, aka yi haka, ai an yayyafa. Abinda ake so dai a zauna lafiya. Eh? Ba me? Ya danganci, ya danganci. Babu ma ja'a fi husni sauti bil Qur'ani. Babin da yazo na kyautata murya a cikin Alkur'ani, za ka yi karatu, kai kyautata muryarka. Qala hadathana Abdullah ibn Ahmad ibn Bashir ibn Zakwan ad-Dimashqi. قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابو رافع عن ابن ابي مليكه عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن ابي وقاص وقد كف بصره سعد بن ابي وقاص يازو لوكاشين بايا غني يا مكنجي فسلمت عليه سنس نيمان نغايده شي فلم فقال من انت ايتي وانيني فأخبرته سنباش لاباري نيني واني دنواني فقال مرحبا بابن أخي سلالي مرابادة أن دنوانا بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن أي إنا دا لاباري سوى كي كنا لكي كامري أتين القرآن إن كنا كرات زعش وراريك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتي ناجي منزو الله صلى الله عليه وسلم ينافدر سوى إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا سيدي والله حديث ضعيف أقول حديث اللي انقلت معنى الله أنا سمتين إن زي كرتوا القرآن يكسكت زينوا القرآن بأصواتكم ككوات القرآن لمريم to sai wasu kace yanzu muryarmu ne zai gyara alqur'ani sai aka ce a ba shi zai gyara alqur'ani ba to me amfanin shi sai aka ce kwalliya za a yi makaratu akwai shi to menene matsayin kwalliya kwalliya tana ka kyau ne ko me matsayin kwalliya dangane da mutum mace ko ware ne eh fito da eh kin yi kenan a fito da shi eh kenan a fito an gaba da wannan tun Buhari ko a fit mana kwalliya na fito da abin da ke akwai ne fa in akwai kyau akai kwalliya sai ki kyau ya kara kyau in muni eh in muni ne akai masa kwalliya sai muni ya kara mu eh ai misali ba ai misali ba eh kulliya na fitowa da kyau ne tana fitowa da abin da ke akwai ne wanda sai aka ce kulliya na sa kyau ne aka ce a'a ba sa kyau take wanda suka ce kulliya na fitowa da kyau ne aka ce a'a ba haka bane to me kulliya ke yi kulliya na fitowa da abin da ke akwai boye ne suka ce to ya za a yi to me amfanin kulliya kenan aka ce a'a
ka kalli mana ya shekara ta 18 ko 22 ta sa ta ci kwalliya ta sa jambaki da jangira ta sa ɗan kunne ta yi sa menene ta yi haye da hauta kalmi ta yi rata ta rata ya jaka ta shifi ne da menene da zo tana tafiya ɗaya bayan ɗaya sai me sai me sai kyau kai kyau to wannan kayan da ta sa ta yi kyau a dauko su a samu mace mai shekara 70 ko 80 ta sa jambaki ta sa jangira da rata ya jaka da hauta kalmi tara taka ɗaya bayan ɗaya eh a ina ba za ta yi kyau ba? Eh? Me? Ga jambaki, ga jangira, ga ɗigon India, ga ɗan kunne, ga komai da komai, ita ba an tattara komai kuma ta hau takalmi, ta yi haye, ta yi rataye, tana taka ɗaya bayan ɗaya? Ba mahallinsu ba ne. Da suka shiga inda ba mahallinsu ba ne sai suka fitar da muni. Maganar mai kyakwai ba ta lafiya kenan. Dan mace ce mutum ce mace ce? Ba mace ba ce ba? Mace ce mutum ce a shar'ance misali na bi. Da ƴar shekara 18 ko 20 ko da biyu da ƴar shekara 90 ta tsufa bai yiwuwa ma gobe za ta mutu. Sai aka zo aka sai zo ya kashe yadda ka kashe budurwa haka zai ma hukunci ka kashe mai shekara 100 duk rai ka kashe ba rai bane ba amma mutum ya zo ya kalla wannan shekaran ta 100 ya kashe ta wannan shekaran ta 20 shi kai nan mu ina ya bi muni sai a ce nan yayi barna amma duk rai ne a shar'ace duk hukuncin su daya ya kashe rai a nan nan ma ya kashe rai a nan in ka kalli can ba daɗi ne kamar to a hanya take wannan kuma fa sai a ce ai yayi barna yanzu wannan ta fara fitowa yanzu ne za a yi amma duk rai ne an fahimta to kwalliya tana fito da abin da ke akwai ne eh ko tana kawo kyau ne in tana kawo kyau ne da nan ma ta kawo kyau ba haka bane ba قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ثابت الجمحي يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبطأت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد الإشاء تجي نايج كري باي صلى الإشاء زمن من الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت سأنا سينزو فقال أين كنت سيما زالة إنا كيك كسج إنا كيك ني قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لما أسمع مثل قراءته أي وني نتكين صحبان كيك كرادو بل تبجي إنا مريا سوى سينا سيا الناجي وصوته من أحد بل تبجي إنا كرادو شدا مريا سوى كوان كواني ني قالت فقام وقمت معه حتى استمع له سي تاش مكجي سي حد سي من ذو الله شي ما يجي ثم التفت الي فقال سنه سي من ذو الله يجي هذا سالم مولى ابي حذيفه اي وانا سالم كده مولى ابي حذيفه ما جسن شي با الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا ina suka tafi mata suka saura eh ina mana maza suka tafi eh man qala halaka an-nasu fa huwa ahlakahum aw fa huwa ahlakuhum Allah sai ai mutane sun kare sun tafi to shi karar da su ko shi ya fi su karewa
hajjaru alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah. Masu karatu alqur'ani suna nan ga su dai ga Shuraib ga sunan in suna karatu alqur'ani ai sai mutun ya abin yayi mamaki Allah ya hore musu ba ga bane ba to wanda yake alakar sa da qur'ani shine hizbin da yake yi kullun wurdin shi da yake kullun izbi daya ko biyu ko biyar zai samu daman yin irin wannan karatu ya zo daga azhar karfe 3 yana so kafin 4 ya karanta izbi 4 ko izbi 2 ya za yi wannan karatu zai yi irin misalin gaskiya a gurguje hadar to kuma kowa yana son kwana kaza na sauke alqur'ani kwana kaza na sauke alqur'ani to shi zamu samu tadabburi afala ya tadabburuna am ala qulubin aqfalu jazaa ahada wannan da kake dan neman lada a gurguce a cikin minti 30 ka karanta izfi nawa uku ko hudu to haka ake ga wannan da kake don kowan sati ka sauke ko dogon sa'an nan kuma ka dauki kuma wani lokaci da kake karanta ko da shafi dai ne ko shekara nawa ne litadabbur liqaumin yaqiluna liqaumin yatafakkaruna liqaumin yatadabbaruna yatafakkaru imma haka ba za a taba fahimtar me alqur'ani ke ciki ba magana ce kai Allah ke yi da kai ka shaurari maganar da Allah ke ji ko yau aka ce gwamnatin garin kusa zai speech zai magana kowa sai ya mai shaurara za a yi ya natsu in za ka yi magana da shi kuma yana zaune in kai za ka tashi ka yi magana yana zaune ya za ka yi tara hankali a farko ma tukunna shi mai takhasusin shi sai ya je turanci da za a yi din nan sai ya je department of english ya samu wanda ya kware cikin sarrafa magana da shi za a rubuta ba haka bane ba duk turanci za ka rubuta ka je karanta gaban shugaban kasa ko gwamna ko taron jama'a sai wanda ya kware cikin turanci kuma ya iya sarrafa magana da shi za a je a rubuta a je a dawo a je a dawo a taci sa'annan yayi practice yayi ya gwada ya gani ya karanta su nawa sa'annan kafin ya je tsaya gaban shugaban kasa ko gwamna ko sarki ko wani ya karanta wannan abin matakai nawa yayi matakai nawa yayi shi ma yayi boko yayi boko yayi karatu yayi boko ya iya english ya iya turanci amma wannan waje ne da ake bukatar wanda yake kwarewa a cikin turanci me yiwa maka na magana gwamnati ko shugaban yana gengedi hankalin shi ba na wajen tara kudi ba ruwan shi da abin da ke fada amma tunda waje ne na manyan mutane bara in je department of english bara in samu waye fi kwarewa cikin turanci waye iya sarrafa maganganu da shi za a zauna a bidare a rubuta wannan abin a cire wannan a canza wannan har a zo a ga ya isa sannan ya je zauna yana tafama ya har ya zauna kada ya je tsaya yana karatu yana kuskure to sa'an nan zai zo ya shirya za shi kaddamar da takaddarsa gaban gwamna gaban sarki gaban shugaban kasa gaban majalisa gaban manyan mutane in za shi sai yaya sai ya kore akwatu ya shirya sa'an nan ya je tsaya yana tafiya a hankali har ya gama in ya gama fa abinda za a yi mishi kenan haka an gama ya wuce tafi za a yi mishi yayi kokari an gama ya wuce to ina ga alqur'ani kana magana da fatir samawati wal ard eh shi dan tafi kawai kenan eh an gama tafi me zai tafi zai an kai lissafi ka zauna yau kai lissafi tsakaninka da Allah tsakanin shi da Allah tsakanina da Allah rayuwar mu 100 bisa 100 din nawa ne bisa 100 yake tafiya daidai nawa ne muke hasara je ba mun kawo misali ba duk wanda yace sai ya tara kudi to ya halaka rayuwarsa ta halaka
saboda tara kudi ba a ce kara da mai kudi ba fa ana nema kowa yana tafa ma hawa uku mutum yake tsayawa yana lakta hawa uku hawa biyu kana tsayawa kana lakta eh to ya dai kaje kaje ka tsaya kana musu bara kana son kowa ya ba ai sai ya wulaka ta mutum ba haka bane ba wallahi sai sai tsaya awa biyu da rabi ta kama awa uku sai tsaya ina lakta eh ah ba ke ya zakai sai kaje kana mun roƙo mutane amma har ka ce kudi ba dan bukata za a yi ana son a tara kudi ne aka ce tara kudi ba shi da limit kuma rayuwarka na da limit ba haka bane ba kuma rayuwar baka san adadin ta ba baka san randa za ta kare ba kuma duke da kudin da kake so ka tara din nan baka sani ba a lokacin da kake cikin mahaifiyarka Allah ya kaddara wannan kudi zaka same shi sai ka je ka shagala da wannan rana dai sai ka kai ajali ka sai a ce shikenan yau ran ai shikenan an gama yau ba ka ba wajen business ba ka ba wajen menene da menene yau maka kabari za a daga kabari kuma shikenan matsala ta canza ba haka ake yi ba haka mulki a nuna min shugaban da ya yi mulki banda wannan ardin Afirka na kudu ta kudu waye ya mulki kuma ya ce duk wanda ya taba yin mulkin kasar nan haggo banda mutumin abin nan haka yake sa hula shi kadai ne ya kauye su yana zaune haka kowa ya samu zai koma ba haka bane ba kayi mulki kayi mulki ka tara kudi kayi mene kuma kana Allah Allah a ce mulkin bai kare ba kana neman abin da yake mustahil to akwai wahala sama da haka saboda me saboda Allah ne ya jarrabe ka Allah ce na halice ka don ni wastara'tuka li nafsi duk abin da kake nema din na halice shi ne don kai sai ka manta da hikimar da ta sa na halice ka kaje kana bin abin da aka halice shi don kai sai Allah ya jira ma ido sai yana kallo kai wahala iya wahalar ka har ka gama ba za ka taba samu ba sai abinda Allah ya rubuta din nan shi za ka samu to lokaci ya cika ko za mu kawo na hanya ke ba Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa assalamu 'alayk